اليوم كان هذا المؤتمر طبعا واكبناه واستمعنا الى كل الكلمات. هو يتمحور حول شقين، سياسة بوقف اطلاق النار او هدنة ومفاوضات وتطبيق 1701، واسمعنا الرئيس ماكرون والرئيس مياتي، وايضا تمحور حول الجيش اللبناني ودعم الجيش اللبناني والدعم الانساني. بدي بلش بس من الشق السياسي، بنرجع للشق الانساني والجيش. اليوم هل فعلا كان عنده اي ترجمة فعلية هذا المؤتمر بالواقع السياسي لوقف اطلاق النار بالبلد؟ يعني اولا المؤتمر هو اشارة مهمة جدا من فرنسا اولا، مشكورة هي والرئيس ماكرون وكذلك المجتمع الدولي لاحتضان لبنان والوقوف مع لبنان. هذا بالشكل، وكان في يعني عدد كبير من المشاركين على مستوى وزارة الخارجية العراق، وزارة الخارجية كانوا من الدول يعني المجتمع الدولي أو دول عربية أو على مستوى وزراء الدولة للشؤون الخارجية. ولكن أيضا الإشارة نحو وقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية، وهذا ما أشار إليه معظم الوزراء والمشاركين بمداخلاتهم وبمواقفهم. هذا بالشق السياسي. وموقف الحكومة اللبنانية عبر عنه الرئيس ميقاتي وكل المداخلات حول أن موقفنا واضح من ناحية تطبيق 1701 وحماية اللبنانيين والانتقال بشكل كما يجب أن يكون، يعني إلى هذه التفاصيل، ومنها انتشار الجيش وتطبيق 1701 عبر تقوية الجيش اللبناني عتادا وعديدا، لأن هذا مرتبط ارتباط وثيق بالشق يعني الشق السياسي والشق لوقف اطلاق النار. طب لما نتحدث او لما يتحدث اللبنانيين رئيس الحكومه والوزراء عن تطبيق 1701 بالمحافل الدوليه مثل هذا المؤتمر مثلا، 1701 كاملا بكل مندرجاته وكل بنوده، بيكونوا عم يحكوا عن كامل مندرجات 1701 او بعد لهلا في لغط بين شو منطبق شو ما منطبق داخله؟ انا تحديدا طبعا عم بحكي عن البند الاشكالي فيه المتعلق بال 1559، هل جرى النقاش في هذا الموضوع؟ هلا ما جرى النقاش بالتفاصيل، لكن لما تقول الحكومه كاملا هذا ما تقصده بشكل واضح. ولكن مثل ما قلت لك انه هذا يعني يفترض بداية وقف اطلاق النار. نعم. انت كيف بدك تطبق 1701 قبل وقف اطلاق النار؟ معك انا عم بحكي بعد وقف اطلاق النار. هذا الموقف اللبناني الواضح انه توقف العدوان والاعتداءات بصير وقف اطلاق النار، وهي عملية، يعني تطبيق 1701 لن يحدث بين ليلة وضحاها، في عملية ستكون تنطلق بخطوة بخطوة، ومنها ما مثل ما قلت لك ما سيتضمن تعزيز وضع الجيش اللبناني لتطبيق هذا القرار، ومنه ما هو مرتبط بالحوار السياسي اللبناني وانه مرتبط بانتخاب رئيس جمهورية. بدنا نشوفها بهذه المراحل. بدنا نشوفها بهذه المرحلة خطوة خطوة ومرحلة مرحلة بشكل متدرج للوصول لتطبيق كل من رجال 1701. وهذا ما يجب أن يتم. يعني ليس موضوع الآن هو عندما تقول الحكومة ويقول رئيس الحكومة وحتى الرئيس بري أنه تطبيق 1701 بكامل بنوده، ما بيكون القصد هو هلا أنه بعدين بنغير رأينا. واضح الرأي السياسي الآن في المكونات السياسية في الحكومة أنه هذا هو الاتجاه اللي نحن رايحين عليه. نعم. فرنسا تطرح في كواليس الدبلوماسية وبكل مفاوضاتها آلية لتطبيق 1701، وتعود بهذه الآلية إلى ما يشبه بعد عناقيد الغضب عندما تشكلت لجنة دولية كانت من السوريين والإسرائيليين والفرنسيين والأمريكيين، وتقول أنه اليوم كمان يجب أن يكون هناك آلية تكون هي ضمانة لتطبيق 1701، وهي بحاجة إلى إقرار بمجلس الأمن. هل كمان جرى النقاش بهذا الموضوع؟ بدي أسمع رأيك فيه. لا، ما جرى النقاش بهذه التفاصيل داخل المؤتمر. يعني كان المؤتمر مركز على اولا الاعلان عن اهميه الوقوف جانب لبنان وقف اطلاق النار 1701 واحترام القوانين الدوليه، احترام القانون الدولي الانساني،
هذا الشق السياسي الدبلوماسي، وايضا الشق المرتبط بدعم الجيش والقوى الامنيه والقوى الامن الداخلي. نعم. والشق الانساني اللي اخذ حيز كبير ايضا لدعم اعمال الاغاثه وبرنامج الاستجابه لحاجات النازحين، وما هو مرتبط ايضا بتعزيز الخدمات العامه والخدمات الاساسيه في هذا الظرف يعني الطارئ الذي حصل مع النزوح الكبير والاعتداءات وتاثيراتها. ولكن في يعني هناك واضح ما نقراه مباشره او بين السطور، وما تقدمته الحكومه باوراقها وبطروحاتها وما طرحه الرئيس ميقاتي وكل اعضاء الوفد، هو انه اهميه دعم مؤسسات الدوله، اهميه وقوف الدوله بكافه الجوانب اللي ذكرتها من الشق السياسي، الشق العسكري، نعم. الشق الانساني والتنموي، يعني وضع مؤسسات الدولة وتقويتها وتعزيزها لتكون هي الأساس في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.